السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نشارك معكم واحد المنتجات، نعطي الراي ديالي فيهم وغادي نقيمهم من يعني من 0 حتى ل 10. المنتجات اللي زوينين والمنتجات اللي ما عجبونيش، وكاينين شي منتجات مازال ما استعملتهم، كاينين شي منتجات مازال ما استعملتهم، فاش غادي نستعملهم غادي نعطي الراي ديالي فيهم. واغلبيه ديال هاد المنتجات هادو استعملتهم. المهم نشارك معكم دابا، نبدا بالمنتجات ديال البشره بحال لي كريم وبحال لي كريم ولي ماسك. كاينين دي ماسك بحال لي تشيت ماسك، يعني اللي كي دوك لي ماسك اللي كيكونوا واجدين اللي كيرطبوا البشره. الصراحه غير ماسك جوج ديال لي ماسك اللي جربت هنايا، كنت جربت من قبل، غنعطي الراي ديالي فيهم. وكاينين لا كريم ديال لوكور. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف المقدمه وما نطولش عليكم الفيديو بزاف، غادي نخليكم مع المنتجات. نبدا لكم باول كريم، هذا ديال جونسون، ما عرفتش غيبان لكم مزيان مع الاضاءه. هذا ديال جونسون البنات، الصراحه نقول لكم ديال الرمان، هو فيه الريحه اللي زوينه، عجبتني ريحته. والصراحه الترطيب ديالو ماشي عميق بزاف بحال الكريم اللي غنوريكم من موراه. هذا خفيف بزاف، التكستور ديالو خفيفه، ما يعني ما ترطبش مزيان. هو الصراحه شنو عجبني فيه، الريحه ديالو زوينه، كتبقى واحد الريحه في لوكور زوينه بزاف. وبالنسبه للتقييم ديالي غادي نعطيه 8 على 10. لا كريم الثانيه هي هذه ديال جونسون بالموف، راه فيها لا كريم فيها الصغيره وفيها هذه الكبيره. هذه ريحتها المهم عاديه، ما زوينهش بزاف، والترطيب ديالها اللي زوين، ثقيله شي شويه وكترطب مزيان. الترطيب ديالها جاني بحال نيفيا الزرقاء، زوينه حتى هي. المهم غنعطيها هذه، غنعطيها 8 على 10 حتى هي زوينه. وبالنسبه للثمن ديالها تقريبا ما عقلتش واش 30 درهم ولا 35 درهم، المهم ما غاليهش بزاف. نبقاو في الكريم ونمشيو للكريم ديال الوجه. غنبدا بهذا، نبدا بهذا ديال سيغاف، هذا ديال لوكور، ديال لوكور وديال الوجه حتى هذا زوين. المهم ما بهش، ما ماشي كيرطب النيس مزيان، هو ديال لابو سيش بوم ايدراتو، ديال لابو سيش واللي كتكون تري سيش، كيرطب. هو فيه واحد النسبه ديال الفازلين، كيرطب ولكن ماشي داك الترطيب النيس مزيان. هو صراحه ديال جاني انا ديال لوكور، نعطيه 5 على 10 هكاك. وحسن منه هذا ديال سيتافي اللي غنوريكم دابا، هذا ديال سيتافي زوين، الترطيب ديالو زوين، عجبني بزاف. ديال هذا خاص غير بالوجه ديال حتى هو البشره، هذا خاص غير بالوجه حتى هو ديال البشره الجافه، عجبني صراحه. هذا ديال سيتافي زوين بزاف، يرطب مزيان، غير هو فيه لا كونتيتي صغور، ما كيديلكش زعما بزاف ديال الوقت. نعطيه 9 على 10 هكاك. لو برودوي لي موراهم هذا ديال السيف ديال شوفو ستاج، الشعر الجاف اللي كيكون ناقص، ما كيكونش فيه داك ليكلا وديك لا بريونس. هو زوين بزاف، جربته صراحه زوين، هذا الشامبوان زوين بزاف ويصلح للشعر اللي ناشف واللي متضرر. انا صراحه نعطيه 10 على 10 حيت عجبني بزاف. بعد البنات كاينين هاد لي ماسك، هادو اللي كيكونوا واجدين كيهنيوكم بلا ما تبقاو تخلطوا في الوصفات، وزوينين الصراحه عمليين وسريعين، كيعجبوني بزاف. كاين هاد الماسك هذا ديال، هذا هو اللي جربت من قبل ديال جولد ماسك، ماسك ديال الذهب زعما، زوين بزاف الصراحه عجبني، كيعطي لي هيدراتاسيون
البشره ديالك كتبقى رطبه. عجبني الاخرين مازال ما جربتهم، هذا والاخر مازال ما جربتهم، فاش غنجربهم نعطي الراي ديالي فيهم زعما واش زوينين ولا لا. ومبينين غيكونوا زوينين تي ايدغاتاو، بالنسبه لهاد لي ماسك راه تيكونوا تي ايدغاتاو للبشره. كاين هذا وكاين الاخر، هذا حتى هو ديري هكاك واحد 10 دقائق فوق في البشره ديالك وتتحيديه. غنستعملهم وغادي نرد عليكم. وكاين هذا ديال هذوك ديال الوجه، وكاين هذا ديال الفم كيرطب الفم. حتى هذا ما عمرني جربته، فيه لا فيتامين بي 3 كيرطب الفم. المهم غنجربو غادي نرد عليكم. ماسك هذا ديال الخيار، هذا كيدار تحت العينين، ما عمرني جربته، غنجربو حتى هو معاكم، نجربو في شي فيديو اخر ديال سكين كير ونعطيكم الراي ديالي فيه. كيدار تحت العينين ديال الخيار. المهم فاش غنجربو البنات وغنرد عليكم واش زوين ولا لا. وكاين هاد لاسيغ، كاينه هادي توش راه عارفينها، كلشي تقريبا عارفها. وكاينه هادي ديال لاسيغ ديال لي بوند، تيكونوا هكا دي بوند، هادي لاسيغ فخواد. انا الصراحه كنفضل هادي، هاد لاسيغ ديال السيترون تنفضلها على هاد لاسيغ فخواد. ما كنعرفش نستخدمها، انا هادي ما كنعرفش نستعملها، كنستعملها غير للوجه الصراحه، كنستعملها للوجه زوينه، ولكن لوكور ما كتعجبنيش. منعرف هادي، هادي ديال السيترون زوينه، زوينه بزاف. وكتجيني انا هادي ما كتحيدش الشعر زعما مزيان من لوكور، هادي ما كتحيدش الشعر زعما مزيان. هادي زوينه بزاف ديال السيترون، كتعجبني. كيكونوا معها لي بوند ديالها، واحد الباك ديال 100 بوند، ما عقلتش شحال الثمن. المهم هادي، هادي دايره خديتها ب 12 درهم. وكاينه الاخرى ديال كاينه كتباع ب 10 دراهم، حتى هي ديال العسل. وكاينين فيها كاينه الغوز ديال البشره الحساسه، هادي ديال البشره العاديه ديال السيترون، والغوز ديال البشره اللي عندهم الناس اللي عندهم البشره حساسه. بالنسبه لهادي ديال السيترون كنعطيها 10 على 10، حيت كتحيد مزيان وزوينه في الاستعمال ديالها. هادي غنعطيها واحد 7 على 10. بالنسبه للوجه انا كتجيني زوينه، بالنسبه للدوفي زوينه كتحيد مزيان، ولكن بالنسبه مثلا الرجلين ولا اليدين انا يمكن ما عرفتش نستعملها، جاتني ماشي ما سهلش في الاستعمال ديالها بحال الاخرى. هادي غنعطيها 7 على 10. بالنسبه لهاد لي ماسك البنات نسيت نعطي التقييم ديالي فيهم. لي ماسك اللي كنت جربت قبل 10 على 10 صراحه زوينين، كيرطبوا البشره. المنتج اللي موراهم هذا جيل انتيم سيتيال، سمين الثمن ديالو، الثمن ديالو مناسب بزاف، ما عقلتش واش كدا 30 درهم هكاك ولا، المهم ما فاتش 40 درهم واش 30 درهم ولا 40، ما بقيتش عاقله، خديته من فارماسي. المهم الثمن ديالو مناسب، غير هو ما كيتستعملش يعني كل نهار، كتستعمله تقريبا جوج المرات حتى المره في السيمانه كاع. انا كنستعملو مره في السيمانه، من الاحسن ما تكثروش من هذا الجيل الانتي. زوين بزاف، عجبني الريحه ديالو، فيه بحال الريحه ديال الخزامه، ريحته مجهده شي شويه، ولكن المهم زوين. نعطيه 9 على 10 هكاك. كاين هاد السبراي هذا ديال الجسم، فيه ريحه بحال ديال الفواكه، انا جاني جاتني ريحته بحال الخوخ، ريحته زوينه بزاف، انا عجبني صراحه. ما كتكونش هكاك الريحه مجهده في الجسم، كتبقى واحد الريحه خفيفه، الريحه ديال اللي فخوي. والثمن ديالو رخيص، داير غير شي 30 درهم هكاك باش خديته، لا 35 درهم مابقيتش عاقله، المهم 35 درهم. زوين بزاف عجبني، غنعطيه 8 على 10 هكاك، ماشي بحال لي سبراي. كاينين دي سبراي واعرين زوينين بزاف، المهم هذا غنعطيه 8 على 10. كاينين هادو، هاد لي زيبونج هادو ديال
تدي ماكيو بهم المكياج او لا كدي ماكيو بهم المكياج او لا كتحيدو بهم لا ماسك. مثلا الا درتو شي ماسك للوجه صعيب باش تبقاي تغسليه وتعاودي كتفزكي هاد لي زيبونج وكصافي كدوزي بحال هكا ودغيا كيتحيد الماسك. زوينين صراحه عمليين وزوينين بزاف ورطبين، عرفتي الملمس ديالهم رطب، عجبوني بزاف. راه كيكونوا عند مالين ماكياج وكيتباعوا حتى في شي ان، كاينين بزاف في شي ان. واخر حاجه غادي نشاركها معكم هي هاد لي بروسيت هادو بالنسبه للناس اللي دايرين لي باك. فاش كتغسلي سنانك بلا بروس ضروري كتبقى لك الماكله. بالنسبه للناس اللي دايرين لي باك وكتغسلوا بهاد لي بروسيت ما بين سنان صراحه زوينين بزاف، انا عجبوني. كتاخذهم مع هكا شي بروس تكون رطبه، صراحه زوينين وعمليين. وصلنا لاخر الفيديو البنات، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو واستفدتوا شي حاجه وعجبكم المنتجات ديال اليوم. ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله وبشي معلومه اخرى وبشي حاجه اللي تستفدوا منها ان شاء الله يا ربي. شكرا لكم بزاف.